أهلا بكم في نشرة اقتصادية مفصلة مع أخبار المال والأعمال من قناة النيل الأخبار، والبداية بالعناوين. وزارة الصناعة تطلق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية الأحد. تراجع أسعار النفط قرابة الدولار مع توقعات بزيادة الإمدادات وغموض حول مقدار خفض الفائدة الأمريكية. استقرار معدلات التضخم في الولايات المتحدة وترقب خفض الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصناعة إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية غدا الأحد بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومية. واستعرض البيان الصادر عن الوزارة الخدمات الرقمية التي تتيحها المرحلة الأولى من إطلاق المنصة للمستثمرين الصناعيين، والتي شملت خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالإختار، وأيضا خدمة المتابعة السنوية، بالإضافة لإتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة ومنها الكروت البنكية وفروع البنوك. أكدت وزارة التموين أنه تم الاتفاق بين الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الهيئة القومية للبريد على إتاحة خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين عن طريق مكاتب البريد بالجمهورية. وقالت الوزارة أن هذا التعاون يأتي تسهيلا على أصحاب المخابز البلدية المدعمة بكل المحافظات لسداد الغرامات أو التأمين أو فروق تكلفة التصنيع في فروع مكاتب البريد المصري لصالح هيئة السلع التموينية. في سياق متصل، ستبدأ مكاتب البريد في العمل كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية بدءا من غدا الأحد، بالإضافة لقنوات السداد المتاحة فعليا سواء عن طريق البنوك أو غيرها. أكد وزير الكهرباء محمود عصمت عمق العلاقات بين مصر وألمانيا والتعاون المثمر مع شركة سيمنز الألمانية في مختلف المجالات والشراكة في تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج. جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء مع وفد من شركة سيمنز، حيث بحث الجانبان سبل التعاون في مجال توطين صناعة المهمات الكهربائية، خاصة على الجهدين المتوسط والمنخفض، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة وتشغيل الشبكة الكهربائية، وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة ومختلف المجالات الأخرى. أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مصر استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية أن تقطع شوطا كبيرا في بناء بنية تحتية لمنظومة متكاملة للمخلفات. جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمقر مجموعة بيئة الإماراتية المتخصصة في إعادة التدوير والاستدامة بالإمارات. تهدف تلك الزيارة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية والطبية في مصر وتحويل المخلفات لطاقة. أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط أهمية تجمع كبرى الدول الناشئة تحت مظلة بنك التنمية الجديد، والذي يعد أحد البنوك متعددة الأطراف ويتبع تجمع البريكس. جاء ذلك خلال مشاركتها بجلسة الأعمال الرئيسية للاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنوك المنعقد خلال الفترة من 28 وحتى 31 أغسطس الجاري بمدينة كيب داون بجنوب إفريقيا. وأوضحت الوزيرة أن مصر على تم الاستعداد للعمل جنبا إلى جنب مع الدول الشريكة لدفع التعاون بين بلدان الجنوب والمساهمة في تحقيق الرخاء المشترك لكل الأعضاء وتعزيز التنمية العالمية. بحث وزير الموارد المائية والري هاني سويلا مع عدد من قيادات الوزارة الترتيبات الجارية لعقد أسبوع القاهرة السابع للمياه تزامنا مع انعقاد أسبوع المياه الإفريقي التاسع تحت رعاية الرئيس السيسي خلال الفترة من 13 وحتى 17 من أكتوبر القادم. أكد وزير الري أن أسبوع القاهرة للمياه للعام الحالي يأتي تأكيدا على التزام مصر بالتركيز على دعم محور المياه والمناخ على المستوى العالمي.
توقعت مصادر في تحالف أوبك بلس أن يمضي التحالف في زيادة إنتاج النفط التدريجية المخطط لها اعتبارا من أكتوبر، ومن المقرر أن تزيد 8 دول أعضاء في أوبك بلس الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر في إطار خطة لبدء الإلغاء التدريجي للخفض الأحدث للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، مع الإبقاء على تخفيضات أخرى حتى نهاية 2025. وألقى تباطؤ نمو الطلب ولا سيما في الصين بظلالها على أسعار النفط ودفع بعض المحللين للتشكيك فيما إذا كان تحالف أوبك بلس سيمضون لزيادة الإنتاج في شهر أكتوبر. أكدت وزارة النفط العراقية أن تخفيض الإنتاج الذي شمل به العراق قرار جماعي يشمل 23 دولة بمجموعة أوبك بلس. أوضحت بغداد أن القرار يستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق ومنع هبوطها بفعل التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. ولفتت الوزارة إلى أن قرار أو إقرار التخفيض سيكون تأثيره إيجابيا على العراق أو على الدول المنتجة، وهدفه الحفاظ على الأسعار ما بين 70 ل 80 دولار للبرميل. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط عند التسوية مع تقييم المستثمرين لتوقعات بزيادة تحالف أوبك بلس للإمدادات بدءا من أكتوبر وغموض حول مقدار خفض الفائدة الأمريكية. هبطت العقود الأجلة لخام برنت تسليم أكتوبر أو بنسبة 1.43% ليصل ل 78.80 دولارا للبرميل عند التسوية، لتنخفض بنسبة 0.3% على أساس أسبوعي. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.11% لتصل ل 73.55 دولارا عند التسوية، لتنخفض بنسبة 1.7% على أساس أسبوعي. في أسواق المال الخليجية، عزز سوق دبي المالي بدولة الإمارات مكاسبه خلال تداولات شهر أغسطس الجاري. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 7.2 مليار درهم مدعوما بمكاسب أسبوعية لأسهم المالية والاتصالات والصناعة. ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن رأس المال السوقي لسوق دبي المالي ارتفع من 718.1 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي وصولا ل 725.3 مليار درهم بنهاية الجلسة. كما وصل رأس المال السوقي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية لنحو 2.8 تريليون درهم. في وول ستريت، ارتفع المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق. صعد ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1%، كما صعد ناسداك المجمع بنسبة 1.11%. كذلك ارتفع داو جونز الصناعي بنسبة 0.52%. وجاءت تلك الارتفاعات بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بقدر صغير في شهر سبتمبر. في الأسواق الأوروبية، صعدت الأسهم لأعلى مستوياتها على الإطلاق وأنهت شهرا مضطربا على ارتفاع وسط توقعات بخفض المركزي الأوروبي للفائدة. أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.1% منهيا التداولات فوق 525 نقطة لأول مرة. تقدم المؤشر ستوكس بنسبة 1.2% في أغسطس محققا زيادة للشهر الثاني على التوالي. كما جاء قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة على رأس أفضل القطاعات أداء، إذ صعد بنسبة 1.4%. تلاه المؤشر الخاص بأسهم البنوك بنسبة زيادة 0.8%. في الأسواق الأسيوية، ارتفع المؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا المكاسب. وصعد المؤشر نيكاي بنسبة 0.74%، أنهى الأسبوع مستقرا لكنه خسر أكثر من 1% خلال الشهر. وزاد المؤشر توبوكس له الأوسع نطاقا بنسبة 0.73% محققا مكاسبه الأسبوعية بنسبة 0.3%، لكنه خسر نحو 3% خلال الشهر في أكبر انخفاض منذ أكتوبر. ومن بين 225 سهما على نيكي ارتفع 155 سهم وانخفض 67 واستقر 3 عند الإغلاق.
أعلنت اليابان توقف معظم خدمات السكك الحديدية بسبب اقتراب إعصار شانشان من المنطقة الشرقية، والتي قد تشهد أمطارا غزيرة وانهيارات أرضية. تخطط شركة جي آر المركزية لاستئناف الخدمات على القسم الشرقي من الخط بين طوكيو وميشيما وفي وقت لاحق اليوم، بينما سيتم تعليق الخدمات في مناطق أخرى حتى يوم غدا الأحد. في الولايات المتحدة ظل مقياس التضخم المفضل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مستقرا في يوليو، ما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي على مسار خفض أسعار الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل. ارتفع مؤشر أسعار النفقات الاستهلاكية الشخصية على أساس شهري بنسبة 1.1% في يونيو ل 2.1% الشهر الماضي طبقا لتوقعات المحللين. كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أعلن أن الوقت قد حان للشروع في خفض معدلات الفائدة. أعلنت وزارة المالية الأوكرانية أن ميزانية الدولة تلقت خلال شهر أغسطس الجاري حوالي 8.4 مليار دولار أمريكي من التمويل الخارجي، من بينها 5.5 مليار دولار في شكل منح. وخلال تلك الفترة كان المانحون الرئيسيون هم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وكانت كييف قد تلقت 24.5 مليار دولار من التمويل الخارجي منذ أوائل العام الجاري، من بينها 6.6 مليار دولار في شكل منح. أعلنت شركة إنتاج الغاز الروسية غازبروم أنها سترسل 42.4 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا اليوم، وذلك دون تغيير عما أرسلته أمس الجمعة. في غضون ذلك تراجع مساعد كبير للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن تصريحاته، قال فيها إن كييف ستوقف عبور النفط الروسي عبر أراضيها في نهاية العام. ووصلت كييف شحن الغاز والنفط الروسيين للدول الأوروبية حتى مع مهاجمتها لمنشآت الطاقة الروسية، وتدعو حلفائها للتوقف عن تمويل الحرب الروسية عبر شراء إمدادات الطاقة منها. تستضيف فنلندا مؤتمرا حول الطاقة المستقبلية في الفترة من 10 وحتى 11 من سبتمبر 2024 تحت شعار تسريع وتيرة الانتقال الأخضر. أفادت المفوضية الأوروبية للبيئة بأن المؤتمر سيجمع مجموعة من خبراء الصناعة وصانعي السياسات والباحثين وقادة الأعمال لمناقشة أحدث التطورات والتحديات والفرص في مجال الطاقة المستدامة. ومن المقرر أن تركز تلك الفعالية على مواضيع رئيسية مثل حلول الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وأسواق الطاقة وكفاءتها. والآن إليكم تذكرة بأبرز العناوين. وزارة الصناعة تطلق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية الأحد. تراجع أسعار النفط قرابة الدولار مع توقعات بزيادة الإمدادات وغموض حول مقدار خفض الفائدة الأمريكية. استقرار معدلات التضخم في الولايات المتحدة وترقب خفض الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا لكم وإلى اللقاء. وتحديدا في توشكا أرض خصبة